والحديث أكثر ينضم إلينا من القاهرة الخبير في أمن المعلومات وليد حجاج. أهلا بك سيد حجاج. باعتقادك ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا الخلل الذي وصل إلى العديد من المنصات والمواقع العالمية؟ طبعا في البداية أحب أوضح لحضرتك أن كل المواقع العالمية سواء كانت مواقع صحفية أو مواقع بتقدم أي خدمة من أي نوع بتحاول دايما أنها تشترك في خدمة تمنع وقوع الموقع بتاعها، وبالتالي بتشترك في حاجة اسمها Content Delivery Network أو CDN، وده من شأنه أنه هو بيعمل زي عملية كاش أو تخزين مؤقت للبيانات اللي تم نشرها على الموقع، عشان لو حصل مشكلة في الموقع الكاش ده هو اللي بيخلي الناس تخش على الموقع بشكل سهل، وفي نفس الوقت لو حصل تزاحم على الموقع ما يؤثرش على سرعة الموقع. المشكلة اللي حصلت في الفترة الأخيرة هو إن الكاش ده أو الـ CDN Network دي حصل فيها عطل كبير جدا، وبالتالي سمع مع كل المواقع الصحفية وكل المواقع الكبيرة اللي بتستخدم شبكة الـ CDN اللي هي تابعة للكلاود فلير أو لشركة أمازون اللي مسيطرة على الغالبية العظمى والسواد الأعظم من الجزء بتاع الـ CDN. نعم، يعني هذا الاختراق لهذه المواقع هل من الممكن تحديد مصادره؟ هل ممكن تحديد ما هي الجهات التي تقف خلفه تقنيا؟ هل يمكن تتبع هذه الهجمات التي تستهدف هذه المواقع؟ طبعا يمكن بسهولة جدا ان يتعرف مين اللي وراء الموقف اللي حصل ده والعطل الكبير اللي حصل ده، ولكن في الوقت الحالي كل البيانات اللي طلعت من كل المواقع بتقول ان هو كان بيتم عمل صيانة في الفاير وول او الجدار الناري اللي مسؤول عن ان هو بيحمي الكلاود فلير او بيحمي المواقع دهيت، واثناء عمل الصيانه حصل عطل في الفاير وول ادى الى ان هو قفل على الناس كلها. ولكن في ناس بترجع اللي حصل ده نتيجه الاحداث الاخيره من القاء القبض على مجموعه من المجرمين اللي شغالين على الانترنت على مواقع كتيره جدا في دول كتيره، وممكن ده يكون رد فعل ليهم. وبالطبع كحد تقني انا بقول لحضرتك ان اشك ان يكون المشكله هي الفاير وول اثناء عمليه الصيانه هو اللي ادى لكده، لان الشركات الكبيره اللي زي شركه امازون واللي بتدعم فكره السي دي ان بتبقى عندها سيرفرات على مستوى العالم تقدر تعمل عليها حاجه اسمها ريدندنسي او تحول الترافيك من مكان لمكان اخر، وكمان ان المشكله بتاعت الفاير وول دي ما بتتعملش لان هم بيجوا تيست ابديت او بيعمل اي صيانه ما بيعملهاش لايف على السيرفرات الحقيقيه، وبيعملها على بايلوت سيرفرز او سيرفرات تانية، وبعد ما يتاكد من صحه الاجراءات وانها اتنفذت بشكل سليم يدخلها برودكشن ويعملها على لايف على السيرفرات الحقيقيه اللي الناس بتستخدمها. فاعتقد الايام القليله الماضيه هنشاهد فيها ظهور للاسباب اللي ادت للعطل المفاجئ ده، لكن في الوقت الحالي كان الشغل الشاغل للشركات هو ارجاعها للعمل بشكل طبيعي مره اخرى، وبدات ترجع بنسبه 80-90% في الفتره اللي فاتت، وبشكل تدريجي ستصل ل 100%. نعم، باعتقادك سيد حجاج ما هو الرابط المشترك بين هذه المواقع التي شابه هذا الخلل او تعرضت الى هذه الهجمات؟ يعني نتحدث عن CNN، فاينانشال تايمز، لوموند، بي بي سي والجارديان وغيرها. تقنيا هل هنالك خيط ما يجمع هذه المواقع ببعضها البعض أم تم استهدافها بعينها؟ كل المواقع حضرتك دون استثناء بتلجأ للخدمة بتاعت الكاشنج أو السي دي ان. من أكبر المواقع اللي بتقدمها هي شركة أمازون أو أمازون ويب سيرفيس اللي بتقدم الخدمة دي بشكل كبير جدا. فالعامل المشترك ما بين كل الشركات إن هي كلها بتستخدم أكبر شركة في الكاشنج أو السي دي ان اللي هي تابعة لشركة أمازون، فلما حصلت مشكلة في السي دي ان بتاع أمازون سمع على كل الشركات دي. ولكن أنا برجع الموضوع ده إن ممكن يكون ده رد فعل لبعض المجرمي الانترنت اللي تم القاء القبض عليهم على مستوى العالم في حاجات غير مشروعه بيقوموا بيها، ويكون ده رد فعل ليهم. نعم، ماذا عن الخسائر المترتبه على مثل هذه الهجمات ومثل هذه الاعطال التي قد تتعرض لها المواقع الالكترونيه؟ في الوقت الحالي ما فيش بيان رسمي طلع بحجم المخاطر وبحجم الاضرار اللي حصلت، ولكن الطبيعي جدا مواقع البيع والشراء اونلاين اكيد خسرت كتير. الشركات اللي بتقدم الخدمه بتاعت الكاشنج والشركات الكبرى اكيد هتتاثر في اسهمها في البورصه، لان وقوع سيستم زي كده لمده ساعه او ساعتين سيؤثر تاثير كبير جدا على سمعه الشركات وهبوط اسهمها في البورصه. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. الخبير في امن المعلومات وليد حجاج كنت معنا من القاهره.